بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بعد نتيجة المخيبة للآمال في موضوع التصويت على قانون المحكمة الإدارية وبس سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط، فشل المجلس في أداء دوره التشريعي المطلوب، مما يلجئنا حتما إلى موضوع الرقابة. والرقابة هذه المرة ستتجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد تم الاتفاق على بين 6 أخوة على تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء. الاستجواب الأول سيقدم النائب الفاضل محمد براك مطير والأخ الفاضل مرزوق الخليفة وأنا، وهناك استجواب آخر سيقدم من الأخ رياض العدساني وأيضا شعيب موزري لسمو رئيس الوزراء. لاختلاف المحاور سيكون هناك استجوابين، لكن للترتيب سيكون هناك على دفعتين. الاستجواب الأول سيقدم اليوم إن شاء الله، والاستجواب الثاني سيقدم أظن الأحد. وهذا الأمر تم بتأييد عدد من نواب مجلس الأمة، من ضمنهم الأخ الدكتور عبد الكريم الكندري مؤيد لهذه الاستجوابات الاثنين. طبعا احنا يعني أضفنا محور الجنسية، قرارات السحب اللي صارت ومخالفتها للدستور وأيضا للعهد الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا أضفنا موضوع الكهرباء والبنزين، تحميل المواطنين أعباء كثيرة لا يستطيعون تحملها، أيضا الفساد ومحاول الفساد وهدر الأموال العامة والعبث بالمناصب والتعيينات وغيرها من المحاولة التي سيشملها الاستجواب. فلذلك نعلن تضامننا احنا 6 في موضوع استجواب رئيس مجلس الوزراء على استجوابين، وهذا أداء للأمانة. المجلس فشل في دوره التشريعي، وما أمامنا إلا الدور الرقابي. السلام عليكم.